شوية الغاز اللي نقدر ندفع تمنهم كل شهر، يا إما ناكل بيهم يا إما نتدفى بيهم. ده الخيار الصعب اللي كتير من المواطنين الأوروبيين بيواجهوه النهاردة في ظل الارتفاع الرهيب اللي حصل في أسعار الغاز في الأسابيع الأخيرة. بنتكلم على أسعار بتتجاوز 10 أضعاف الأسعار في الأوقات العادية. اللي وصل الأوروبيين للوضع السيء جدا ده هما سببين بالأساس. السبب الأول واللي أظن أن كلكم تعرفوه هو غدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالأوروبيين من خلال قطع الغاز الروسي عنهم بالمخالفة للعقود، حتى لو عمل ده من خلال باب خلفي اسمه صيانة خط نورد ستريم 1. أما السبب الثاني والأهم فهو فشل الأوروبيين وتلكؤهم في إعداد نفسهم للأزمة. الروس والأوكران بقالهم دلوقتي أكتر من 6 شهور نازلين طحن في بعض. الأوروبيين بقى قعدوا يتدلعوا 5 شهور على الأقل من 6 شهور، ما بدأوش ياخدوا إجراءات جادة لتجهيز نفسهم للأزمة المتوقعة في فصل الشتاء الجاي غير في الشهر السادس. لسبب ما تقدرش تفهمه، الساسة الأوروبيين فضلوا لحد أسابيع قريبة بيتصرفوا على أساس أن روسيا اللي فرضوا عليها عدد مهول من العقوبات مش هتقطع الغاز عنهم لأنها ملتزمة بعقود. كوميديا سودا. النهاردة وإحنا بنصور الأوروبيين قدامهم 2 شهر بس، لو سبتمبر وأكتوبر دول آخر 2 شهر قبل فصل الشتاء، وهم فرصتهم الأخيرة في ملء خزانات الغاز بتاعتهم. لو نجحوا في ملء المخزونات هيقدروا يخففوا شوية من حدة الأزمة في الشتاء، ولو فشلوا يبقى فصل الشتاء الجاي من الممكن أنه يكون أسوأ فصل شتاء بيمر على القارة النحس دي، وساعتها صناع القرار هيلاقوا نفسهم قدام خيار صعب جدا، يا ترى ندي الغاز للناس ولا ننقذ المصانع؟ إيه بقى اللي بيحصل بالظبط في سوق الغاز في أوروبا حاليا؟ وإلى أي مدى وضع أوروبا سيء بعيدا عن التهويل الإعلامي؟ وهل الأوروبيين هيلحقوا يملوا الخزانات بتاعتهم ولا لأ؟ والمخزونات دي ممكن تكفيهم قد إيه؟ وليه الروس قرروا قطع الغاز تماماً عن ألمانيا؟ وليه بيضغطوا قوي كده في الوقت ده تحديداً؟ وإزاي أوروبا ممكن تعيش فصل الشتاء الجاي في الضلمة بدون كهرباء حرفياً؟ والسؤال الأهم بقى واللي مفيش ناس كتير بتفكر فيه، إزاي الروس بيلعبوا بالنار اللي ممكن جداً تحرقهم؟ إزاي ممكن قطع الغاز عن أوروبا يزعل روسيا؟ وإزاي الضرر ده تجاوز فكرة الفلوس أو خسارة إيرادات؟ ده جزء من اللي هندردش فيه مع بعض في حلقة النهاردة. أنا أشرف إبراهيم، المخبر الاقتصادي بلس. في 19 أغسطس اللي فات، شركة الغاز الحكومية الروسية جازبروم أعلنت أنها هتتوقف تماماً عن ضخ الغاز لأوروبا لمدة 3 أيام، وتحديداً في الفترة ما بين 31 أغسطس ل 2 سبتمبر. طب ليه يا جماعة هتوقفوا ضخ الغاز؟ قالك إحنا لازم نعمل صيانة لتوربين ضخ الغاز في خط نورد ستريم 1 اللي بيودي الغاز من روسيا لأوروبا عن طريق ألمانيا، والتوربين ده إحنا في العادة بنعمل له صيانة كل 1000 ساعة من التشغيل. وهنا ضروري تاخد بالك من حاجة، التوربين اللي الروس بيقولوا انهم هيعملوا له صيانه هو ترينت 60، وده هو التوربين الوحيد اللي شغال في الخط النهارده. باقي التوربينات الروس موقفينها بقالهم فتره بداعي الصيانه. خط نورد ستريم 1 شغال النهارده ب 20% بس من طاقته الكامله، يعني الخط ده في العادي يقدر ينقل 167 مليون متر مكعب من الغاز كل يوم، ولكن الروس من يوم 27 يوليو اللي فات وهم بينقلوا من خلاله للاوروبيين 33 مليون متر مكعب بس. التوربين المسؤول عن ضخ الكمية الصغيرة دي هو الترينت 60. الروس بقى لما يوقفوا التوربين ده هو كمان، يبقى كده كمية الغاز الروسي المنقول عن طريق الخط لألمانيا من وراها أوروبا هي صفر. الأوروبيين حالياً مش مستبعدين إن الروس يعملوها معاهم وما يرجعوش يضخوا الغاز تاني في الخط بعد انتهاء 3 أيام، وده ببساطة لأنهم متأكدين إن عملية الصيانة دي هي مجرد حجة رئيس الروسي فلاديمير بوتين بيستخدمها علشان يقطع الغاز عنهم ويضغط عليهم. وهنا في سؤال منطقي جداً بيطرح نفسه، ليه روسيا بتضغط على أوروبا بالشكل العنيف ده؟ رويترز حاولت تجاوب على السؤال ده من خلال مصادر ليها مقربة من الكرملين، والمصادر دي بتقول باختصار إن الروس بيراهنوا على إن أوروبا هتعيش فصل شتاء قاسي وصعب جدا، ممكن تحصل فيه احتجاجات واضطرابات اجتماعية، وساعتها القادة الأوروبيين علشان يسيطروا على غضب الناس هيتراجعوا عن دعم أوكرانيا ويبدأوا يفكروا في الجلوس على طاولة المفاوضات مع روسيا علشان يتوصلوا لاتفاق سلام. وبعيداً عن المصادر بتاعت رويترز، فأنت في الحقيقة
الحقيقة علشان تعرف الروس بيفكروا ازاي او بيفكروا في ايه، مش محتاج اكتر من انك تركز بس مع تصريحات النافذين منهم. في شهر اغسطس، الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الامن الروسي الحالي ديمتري ميدفيديف دعا في منشور ليه في حسابه على موقع تليجرام المواطنين الاوروبيين انهم يحتجوا على الاجراءات الغبية على حد تعبيره اللي حكومتهم بتاخدها، وطلب منهم انهم يعاقبوا الساسة بتاعهم من خلال التصويت ضدهم في الانتخابات. وختم كلامه للاوروبيين بجملة ظريفة جدا، قال لهم: لا تظلوا صامتين، روسيا تستطيع سماع اصواتكم. زي ما هو واضح، الروس بيمنعوا الغاز عن اوروبا علشان يورطوها في اضطرابات، خصوصا خلال فصل الشتاء الجاي. هم بيراهنوا على ان الشتاء القارس زي ما ساعدهم في هزيمه هتلر ومن قبله نابليون، هيساعدهم المره دي في تركيع الاوروبيين واجبارهم على قبول الامر الواقع في اوكرانيا. كده فهمنا الروس بيفكروا ازاي. تعالوا بقى نبص الناحيه الثانيه. الروس لما دخلوا الاراضي الاوكرانيه في اواخر فبراير اللي فات، العالم كله اتفاجئ برد الفعل القوي والمنظم من الاوروبيين تجاه الروس. العقوبات الاقتصاديه كانت متوقعه بلا شك، لكن مصدر المفاجاه هو تجرؤ الاوروبيين على ارسال المال والسلاح للاوكرانيين. المانيا على سبيل المثال في مفاجاه غير متوقعه ابدا، مستشارها اولف شولتس اعلن بعد ساعات من انطلاق الحرب ان بلده هتبعت اسلحه بشكل مباشر لاوكرانيا، ودي اول مره المانيا تتورط في حركه من النوع ده من ساعه نهايه الحرب العالميه الثانيه. في الحقيقه اللي اعلنه شولتس ده الساسه الالمان بقالهم اكتر من 75 سنه بيعتبروه من المحظورات، لكن في النهايه اللي حصل حصل، والاوروبيين قالوا كلمه وكان لازم يبقوا قدها. المنطقي بقى في السياق ده هو ان الاوروبيين اللي عارفين ان صوابعهم تحت ايد الروس من خلال النفط والغاز الروسي اللي ما يقدروش يستغنوا عنه، يبداوا يخططوا ويشوفوا هيعملوا ايه لو الروس قرروا يعاقبوهم ويقطعوا النفط والغاز. ولكن ده ما حصلش، والاوروبيين قعدوا يتدلعوا 5 شهور من بدايه الحرب. كل اللي كانوا بيعملوه هو انهم بيفرضوا عقوبات اقتصاديه على روسيا وبيحاولوا يامنوا نفط وغاز بديل للنفط والغاز بتوع روسيا، وده مش لانهم متوقعين ان الروس هيعملوها معاهم ويقطعوا عنهم النفط والغاز، لا، هم كانوا بيعملوا كده علشان يعاقبوا روسيا ويحرموها من ايراداتها من النفط والغاز، وده طبعا كان تخطيط ساذج جدا جه على دماغهم في الاخر. وخلينا اوضح لك ده حصل ازاي. سوق النفط والغاز زيه زي اي سوق له جانبين، جانب الطلب وجانب العرض. الاوروبيين في الشهور الاولى من الحرب ركزوا بس على العرض، وكانوا عاوزين يستبدلوا النفط والغاز بتاع روسيا، فراحوا يدوروا على معروض في حتة تانية. الحركة دي عرفوا يعملوها إلى حد كبير في سوق النفط، وده ببساطة لأن السوق ده ديناميكيته سهلة جدا ومرونته عالية. يعني مثلا ألمانيا اللي كانت بتشتري نفط من روسيا راحت تجيب من الشرق الأوسط، والهند كانت بتعتمد على الشرق الأوسط راحت لروسيا. بالتليفون أو من خلال الأقمار الصناعية ناقلت النفط الفلانية، بدل ما تروح الشرق تغير طريقها وهي في البحر وتروح الغرب. وبالتالي الأوروبيين ما حسوش بأزمة كبيرة جدا فيما يخص الاستغناء عن النفط الروسي. المشكلة كانت في الغاز الطبيعي، ولعشان الأوروبيين يشتروه من موردين غير الروس فلازم يا إما يمدوا خطوط أنابيب مع الموردين دول، يا إما يشتروه في صورة غاز مسال ويبنوا محطات إسالة غاز سواء ثابتة أو عائمة. وبما إن خط الأنابيب ممكن ياخد 3 سنين على الأقل علشان يتبني، فكان الخيار الأوقع بالنسبة للأوروبيين هو الغاز المسال. بس الدنيا في سوق الغاز المسال مش سايبة كده، مش أي حد عاوز يدخل يشتري بيلاقي اللي يبيع له بمنتهى السهولة. يعني لما نيجي نبص على السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال اللي بتقوده الولايات المتحدة وقطر وأستراليا، هنلاقي إن الإنتاج العالمي خلال 2022 من المتوقع إنه يوصل ل 455 مليون طن، 70% من الإنتاج ده متباع بالفعل لبعض الدول وفقاً لعقود طويلة الأجل، وبالتالي 70% دول بره عن أي كلام، مش متاحين للبيع أصلاً. اللي نقدر نتكلم عليه أو نشتريه هم ال 30% الباقيين اللي موجودين في السوق الفورية. بنتكلم على حوالي 136 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال متاحين في السوق للي يدفع فيهم أعلى سعر. دول الاتحاد الأوروبي علشان تستبدل وارداتها من الغاز الطبيعي الروسي بالغاز المسال هتحتاج من ال 136 مليون طن دول حوالي 118 مليون طن. يعني نظرياً، وحط تحت نظرياً دي 7 خطوط، الغاز الطبيعي المسال المتاح للشراء في السوق الفورية ممكن يغطي احتياجات الأوروبيين من الغاز. طب ليه أنا بقول نظرياً؟
في الحقيقة أنا بقول كده لسببين. أولاً، الأوروبيين مش لوحدهم في السوق، يعني مش هم بس اللي بيحاولوا يشتروا غاز مسال. عندك مثلاً الأسيويين وخصوصاً الصينيين اللي بادئين يعيدوا فتح اقتصادهم بشكل كامل تاني ويلغوا إجراءات كورونا. الأوروبيين بقى داخلين السوق علشان ياخدوا كميات كبيرة، وده بيرفع الأسعار عليهم وعلى باقي السوق. ونروح بعيد ليه؟ في يونيو اللي فات الجماعة في تايلاند دفعوا في مشترياتهم الغاز المسال ضعف اللي دفعوه في نفس الشهر من السنة اللي قبلها. طب التايلانديين في النهاية قدرين يدفعوا، في غيرهم ما قدرش يدفع. يعني مثلا الهند وباكستان وبنجلاديش فضلوا انهم يشتروا غاز الوقود بدل الغاز المسال اللي اسعاره بقت في السماء. السبب التاني والاهم اللي بيخلي اعتماد الاوروبيين على الغاز المسال صعب عمليا رغم انه ممكن نظريا، هو ان الاوروبيين ما عندهمش البنيه التحتيه الكافيه اللي تخليهم قادرين يستوردوا الغاز المسال بالتحديد. انت علشان تستورد غاز مسال لازم يكون عندك محطات اساله يا اما ثابته يا اما عائمه. عدد محطات الاساله في اوروبا قليل جدا جدا، وده لان الاوروبيين طول عمرهم معتمدين على الغاز الطبيعي اللي بيوصل لهم في صورته الغازيه عادي جدا من خلال خطوط الانابيب سواء عن طريق روسيا او النرويج. المهم الاوروبيين النهارده وتحديدا الالمان بيحاولوا يركبوا محطات عائمه للغاز المسال على سواحلهم، والمفروض ان اول محطتين هيتم تشغيلهم خلال فصل الشتاء اللي جاي. الهولنديين هم كمان بيحاولوا يوسعوا من قدرتهم على استيراد الغاز المسال، وبيخططوا انهم يضيفوا محطتين عائمتين في سبتمبر. في نفس الوقت الألمان بيخططوا أنهم يأجلوا إغلاق 3 محطات طاقة نووية كانوا ناويين يقفلوهم في 31 ديسمبر اللي جاي. استمرار المحطات اللي بتشكل حالياً 6% من إنتاج الكهرباء في البلد هيساعد الألمان في علاج مشكلة المعروض المنخفض من الطاقة في غياب النفط والغاز الروسي. كل التحركات اللي فاتت دي زي ما أنت شايف كانت في جانب المعروض. باختصار، الأوروبيين بيحاولوا يزودوا المعروض عندهم بعيداً عن روسيا، ولكن الناس دي أهملت بشكل غريب جداً الطرف الثاني من المعادلة، وهو الطلب اللي كان لازم يتم تحجيمه من بدري. المنطقي هو ان رفع المعروض من خارج روسيا كان لازم يمشي معاه بالتوازي من اول يوم محاوله خفض الطلب المحلي على الغاز، ولكن ده ما حصلش. علشان كده الاوروبيين اتصدموا لما الروس قللوا ضخ الغاز في خط نورد ستريم 1 اللي بينقل الغاز من روسيا لالمانيا في يوليو اللي فات، خصوصا لما الكلام ساعتها كتر يا ترى الخط هيرجع يشتغل تاني بكامل طاقته ولا لا. وبالفعل الخط من 11 يوليو لحد النهارده مرجعش يشتغل بكامل طاقته تاني. وخلينا أقولك ليه تحجيم الطلب كان إجراء مهم. بص يا سيدي، لحد قبل بداية الحرب الأوروبيين كانوا بيعتمدوا على الروس في تأمين 40% من احتياجاتهم الغاز الطبيعي. النسبة كانت أعلى شوية عند الألمان اللي كانوا بيشتروا 55% من الغاز بتاعهم من روسيا. يعني إحنا تقريبا سواء في أوروبا بشكل عام أو ألمانيا بشكل خاص بنتكلم على نص الاحتياجات الكاملة، مش 1% ولا 2%. نسب ضخمة زي دي في قارة كبيرة زي أوروبا مستحيل المعروض لوحده يغطيها، لازم الطلب على الناحية التانية يقل شوية علشان المسافة تقرب والفجوة تقل. الكلام البديهي جداً اللي أنا بحكي فيه ده الأوروبيين ما بدأوش ياخدوه بجدية غير في أواخر يوليو اللي فات. فجأة الكل بقى بيجري ورا بعضه، الحق روسيا خانونا وقطعوا عننا الغاز ولازم نقلل استهلاكنا من الغاز بأي شكل علشان نعرف نملى الخزانات قبل بداية الشتاء في نوفمبر الجاي. في أواخر يوليو اللي فات دول الاتحاد الأوروبي وافقت على خطة هدفها تقليل استهلاك الدول الأعضاء للغاز بنسبة 15% في السبع شهور الممتدين من 1 أغسطس 2022 ل 31 مارس 2023. التخفيض ده هيكون طوعي، كل دولة تخفض بالطريقة اللي تريحها، بس هم عاوزين خلال السبع شهور دول يتم خفض استهلاك الغاز بشكل إجمالي داخل دول الاتحاد بحوالي 45 مليار متر مكعب. وتعالوا كده معايا أديكم فكرة سريعة الأوروبيين بيعملوا إيه دلوقتي. وخلونا نبدأ من ألمانيا، أكبر مستهلك للغاز في أوروبا واللي نصبها لوحدها من الـ 45 مليار متر مكعب اللي الاتحاد عاوز يخفضهم 10 مليار متر مكعب. المهم الحكومة الألمانية أخذت في أغسطس إجراءات هدفها تقليل استخدام ألمانيا من الغاز بواقع الخمس خلال الخريف والشتاء. الإجراءات دي من ضمنها قطع المياه الدافية عن المسابح العامة ومنع تشغيل أجهزة التدفئة في بعض المباني الحكومية وحتى المباني المكتبية الخاصة. أعلى درجة حرارة مسموح إنها توصل ليها التدفئة هي 19 درجة مئوية، يعني لو مثلا درجة الحرارة في المبنى 5 درجة مئوية يبقى أنت مسموح لك تشغل الدفايات علشان توصل بدرجة الحرارة لحد 19.
19 درجة، أعلى من كده هتبقى مخالف. في نفس الوقت الألمان قرروا قطع معظم الإضاءة الخارجية للمباني والمعالم الأثرية. يعني وأنا بكلمكم دلوقتي القصر الرئاسي في برلين الإضاءة بتتقطع عنه بالليل. نسيب ألمانيا وروح لفرنسا، نلاقي إنه من بداية أكتوبر 2022 سلاسل السوبر ماركت الكبيرة في البلد هتتمنع من تشغيل أي لافتات مضاءة بعد الإغلاق، وهيطلب منها تقليل الإضاءة بنسبة 30%. كمشاركة منها في المبادرة دي، وزارة المالية الفرنسية قررت إنها مش هتشغل الدفايات في مكاتبها إلا لو درجة الحرارة قلت عن 19 درجة، ومش هتشغل التكييف إلا لو درجة الحرارة زادت عن 26 درجة مئوية. نسيب فرنسا ونروح لإيطاليا، نلاقيهم حالياً بيجهزوا خطة لخفض استهلاكهم الغاز. الخطة دي على الأغلب هتشمل تقصير عدد ساعات التدفئة في المنازل والمكاتب خلال فصل الشتاء، وتقليل الإضاءة في الأماكن العامة والمتاجر في الليل. نسيب إيطاليا ونروح إسبانيا، نلاقي البرلمان الإسباني وافق في 25 أغسطس على مجموعة من الإجراءات، من ضمنها مثلاً إن أجهزة التكييف في المباني الحكومية ومعظم الشركات والمطارات ومحطات القطار درجة حرارتها ما تقلش عن 27 درجة خلال الحر، وخلال البرد أجهزة التدفئة حرارتها ما تزيدش عن 19 درجة. وقبل نهاية سبتمبر لازم أي مكتب شغال فيه مكيف أو دفاية يكون متركب له باب بيقفل لوحده بشكل أوتوماتيكي، بحيث التكييف أو الدفاية ما يستهلكش طاقة كتير. نسيب إسبانيا ونروح سويسرا، نلاقي الحكومة بتطلب من المواطنين إنهم يقللوا استهلاكهم الغاز بنسبة 15% في الفترة ما بين أكتوبر ومارس، ولكن الحكومة السويسرية هنا بتقول إحنا مش هنجبر حد على حاجة، لا هنجبر الأسر ولا الشركات، لكن عن نفسنا كحكومة هنطبق ده على نفسنا علشان نبقى قدوة حسنة. علشان بقى ما تقشكوش معايا بالتفاصيل دي، غير الدول اللي أنا ذكرتها دي، في عندنا فنلندا والدنمارك والسويد وهولندا والنمسا واليونان وأيرلندا. كل الدول دي بتحاول النهاردة تقلل استهلاكها من الغاز بطرق مختلفة. وهنا يجي في بالك سؤال، هل الإجراءات دي كافية؟ خليني أقولك إن الهدف الأهم بالنسبة للأوروبيين بشكل عام والألمان بشكل خاص هو إنهم يلحقوا يملوا خزانات الغاز بتاعتهم قبل بداية نوفمبر الجاي. وقبل ما أكمل خليني أوضح لكم بشكل سريع ليه دايماً الكلام عن أوروبا بيكون من بوابة ألمانيا. باختصار ألمانيا هي صاحبة أقوى وأكبر اقتصاد في أوروبا، وفي نفس الوقت هي بوابة الغاز الروسي للقارة. يعني الغاز الروسي اللي بيوصل ألمانيا الألمان بيمرروا جزء منه لجيرانهم الأوروبيين. أما السبب الأهم بقى فهو إن ألمانيا هي مركز لسلاسل التوريد الصناعية في القارة كلها، وبالتالي لو اتأثرت أوروبا كلها من شرقها لغربها هتتأثر. المهم نرجع لكلامنا تاني. في 23 أغسطس اللي فات خزانات الغاز في ألمانيا وصلت ل 80.1% من طاقتها الاستيعابية، وده بحسب الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا. ألمانيا في الأساس كانت مخططة أن الخزانات توصل ل 75% من طاقتها الاستيعابية على أول سبتمبر، ولكنها حققت الهدف ده قبل ميعاده، ودي المفروض أنها إشارة مطمئنة. لكن كلاوس مولر رئيس الوكالة الاتحادية للشبكات المسؤول عن إدارة العملية دي حذر من أن هدف الحكومة المتمثل في الوصول بخزانات الغاز في جميع أنحاء ألمانيا ل 95% من طاقتها الاستيعابية على أول نوفمبر ممكن يكون صعب التحقيق، خصوصاً بعد ما الروس قرروا يقفلوا الحنفية في أواخر أغسطس. الراجل قال إن أفضل سيناريو هو إن 3/4 مرافق تخزين الغاز في ألمانيا توصل لنسبة 95% قبل فصل الشتاء. بس بعيداً عن تشاؤم أو تفاؤل مولر، حتى لو خزانات الغاز في ألمانيا وصلت ل 95% من طاقتها النهاردة، عارفين الكمية المخزنة دي هتكفي البلد قد إيه لو الروس فضلوا قاطعين الغاز عن ألمانيا تماماً؟ 2.5 بالظبط، وبعدها ألمانيا ومن وراها أوروبا هتدخل في الحيط. علشان كده تقدروا تعتبروها لعبة عض أصابع، الروس من ناحية والأوروبيين من ناحية تانية بيراهنوا مين هيستسلم الأول ويقول أي. بمناسبة النقطة دي خليني ألفت نظركم لحاجة مهمة ناس كتير قوي مش واخدة بالها منها، وهي إن الروس لما بيقطعوا الغاز عن ألمانيا وأوروبا بشكل عام بيعرضوا نفسهم لخطر كبير، والموضوع هنا أكبر بكتير من فكرة الإيرادات أو الكم مليار اللي هيخسروه. لأ، إحنا بنتكلم عن سلامة صناعة الغاز الروسية نفسها. وعلشان تفهموا القصة دي ضروري تعرفوا شوية تفاصيل فنية أي مهندس بترول يعرفها. الغاز الطبيعي بيكون موجود في الأبار في باطن الأرض زي ما أنتم عارفين. الغاز ده بيتسحب من الأبار المختلفة عن طريق حاجة اسمها الجاترينج سيستم أو نظام التجميع، ودول مجموعة متشابكة من الأنابيب اللي بتسحب الغاز من الأبار المختلفة. نظام التجميع ده بيكون فيه الكمبريسور أو الضغط اللي بيزق الغاز لحد خطوط الأنابيب المتصلة بنظام التجميع. في نهاية الخطوط دي في حاجة اسمها ديستريبيوشن سيستم أو نظام التوزيع. تعالوا نطبق الكلام ده على نورد ستريم 1.
الخط ده بيسحب الغاز من الحقول الروسية في منطقة القطب الشمال، وبعدين الغاز ده بيمشي في نظام التجميع لحد ما بيدخل الخط في منطقة فيبر بالقرب من الحدود الفنلندية. بعد كده الغاز بيفضل ماشي في الخط تحت بحر الشمال لحد ما يوصل جرايفسفالد في ألمانيا، وهناك بيدخل في نظام التوزيع بتاع الاتحاد الأوروبي. الخط ده في الطبيعي ساعته بتوصل ل 62 مليار متر مكعب في السنة. الروس حاليا مشغلينه ب 20% بس من طاقته، وناويين انهم يوقفوا التدفقات فيه في اواخر اغسطس لمده 3 ايام، ودي لعبه خطيره جدا. الروس ما يقدروش يلعبوها لفتره طويله لانها بتهدد سلامه خط الغاز من ناحيه، وبتهدد سلامه حقول الغاز الروسيه من ناحيه تانية. لو بدانا بالخط هنلاقي ان الكمبريسر او الات الضغط والصمامات والعدادات وكل المعدات اللي بتنظم عمل الخط بتبقى اكثر عرضه للتلف في ظل تشغيل الخط بسعه منخفضه. معظم معدات الضغط والعدادات والصمامات بتادي أفضل أداء ليها لما يكون الضغط شديد جوه الخط. دلوقتي الروس لما يقللوا الكمية اللي بيضخوها بيعرضوا سلامة المعدات دي كلها للخطر. ده غير إن في احتمال إن في ظل توقف الحركة داخل الخط الفولاذ اللي مصنوع منه يتاكل ويحصل تسريبات. نسيب خط الأنابيب ونبص على حقول الغاز نفسها. زي ما وضحت لك من شوية نظام نقل وتوزيع الغاز معقد جدا، مش زي النفط اللي ممكن تشيله على سفينة وتوديه أي مكان في العالم براحتك. الغاز الطبيعي في صورته الغازية ينتقل حصراً عن طريق خطوط الأنابيب، وده معناه إن الغاز اللي انت بتمنعه عن أوروبا ده لو عاوز تبيعه لغيرها يبقى لازم يكون المشتري التاني بينك وبينه خط أنابيب. لو الخط ده مش متاح يبقى كده الغاز ده هيفضل في الحقول بتاعتك، ودي هتبقى كارثة لأن وقف الإنتاج في حقل غاز شغال بالفعل بيهدد سلامة هيكل الخزان الرئيسي للحقل وبيقلل من احتمالية عودة الإنتاج مرة تانية لنفس المستوى. روسيا بالفعل بدأت تقفل بعض آبار الغاز تزامنا مع تقليلها للكميات المصدرة لأوروبا، والحركة دي ما ينفعش تستمر كتير لأنها على المدى الطويل هتهدد سلامة قطاع الغاز الروسي. ولكن زي ما قلت لك الطرفين بيلعبوا لعبة عض الأصابع، وواضح إن بوتين بيراهن على إن الأوروبيين هيقولوا أي قبل ما هو يقولها، وهو حريص إنهم يقولوها في فصل الشتاء. أنا كده خلصت كلامي، وكالعادة عندي سؤال لحضراتكم، برأيك مين اللي هيتراجع عن موقفه الأول، روسيا ولا أوروبا؟ هتابع كل إجاباتكم في التعليقات. وفي النهاية ريت لو عجبتك الحلقة دي وحابب تشوفنا تاني اشترك في القناة واستنانا في حلقات جديدة بإذن الله. سلام.